بعد أسبوع. الركنية تنفذ من الساسي الفرجاني. أوبا با 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 جول. هدف التعديل لصالح الترجي التونسي. يا سلام، فعلها من وسجل هدف التعديل في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول. كرة مباغتة ثابتة رائعة جدا للترجي الذي يعود ويعدل النتيجة. هدف وزنه من ذهب تسجله في برج العرب في الإسكندرية. فعلها المهاجم الخنيسي أم من سجل هذا الهدف؟ نعم، طه ياسين الهداف، طه ياسين الخنيسي اليسور، مرمى الأهلي من جديد. في سابي سيختار طه ياسين في الشوتكا سجل وتقدم الترجي. وضع الكرة في زاوية صعبة جدا، الترجي يتقدم بالواحد صفر. طه ياسين الخنيسي وعلاقته مع كلامي مستمرة. مرة أخرى يسجل في مرمى شريف، هذه المرة من ضربة جزاء وضع في سقف المرمى ليمنح الترجي الأسبقية. الترجي يتقدم بالواحد صفر عن طريق طه ياسين الخنيسي. واحد صفر.